كذلك حينما ندعو أو نرقي برقية الحي العجوز يتألم وقال لي إذا كنت قال لي سر عظيم إذا كنت مع الشباب لا أرتاح وإذا كنت مع الشيوخ والكهول أرتاح وأشعر بالراحة النفسية إمام تفقه تفقه إلى هذا النوع إذا كان مع الشباب أقران شباب يشعر بالضيق فإذا كان مع الرجال في المسجد مثلا رجال كبار أئمة كبار ناس كبار في السن يرتاح نفسيا لأن ماذا يقع توافق بين الحية وبين من أقرانها وبين الأعمار ديالها وكذا فحينها هي ترتاح وهو يرتاح.